دون مقابل شوط لقاء ثاني سيكون مختلف على أرضية الميدان، وأكيد سننتظر الكثير والمثير على هذا الشوط. شكرا للزميلة دار النعيم، وشكرا لضيوفك داخل الاستوديو، شكرا لكل المشاهدين الكرام، ومرحبا مرة أخرى. نعود إذا لأجواء التعليق والوصف على أرضية الميدان خلال هذه المباراة، وأكيد ننتظر أداء أكثر من رائع أو أكثر روعة من شوط اللقاء الأول في شوط اللقاء الثاني. ولكن دعوني معكم أذكركم بتشكيل الفريقين على أرضية الميدان. في الشوط الأول بدأنا بالدفاع، دعونا في الشوط الثاني نبدأ بالتحدي، رغم أنه الدفاع يتقدم في النتيجة. هدى علي بالنسبة للتحدي في حراسة المرمى، سواكن موسى بالرقم 6، نضال بالرقم 7، هاله زكريا بالرقم 12، نجلاء صالح بالرقم 9، رانيا بكر بالرقم 11، نيلو ناريمان بالرقم 14، ميعاد هاشم بالرقم 5، ريان رجب بالرقم 16، وروان ميسر بالرقم 13، لاعب على أرضية الملعب شاكن الإصابة، سلامات لكل اللاعبات على أرضية الميدان، أرجوان عصام بالرقم 20. في الجانب الآخر الدفاع الذي يتقدم في النتيجة بهدف بخيتا يدخل اللقاء بتشكيلة تضم رقية عبد الرحمن في حراسة المرمى، أمال بالرقم 2، إيمان جادين بالرقم 5، نسرين محمد علي بالرقم 3، وزهرة محمد بالرقم 4، في وسط الملعب فاطمة بالرقم 10، أسماء بالرقم 12، وأيضا اللاعبة راوية سالم وإلهام ميلتون وبخيت الياس ومروة صلاح في المقدمة الهجومية. هو تشكيل الفريقين كما هو في شوط اللقاء الأول. طاقم تحكيم بغيرة الحكم الدولي خادم الله الشايب بمعاونة هنادي محمد علي، والمعاون الثاني رماز محمد، والحكم الرابع أنعام إبراهيم. تغيير أول بخروج اللاعب رقم 6 في التحدي ودخول اللاعب بالرقم 10، إذن تبديل بخروج اللاعب بالرقم 6 سواكن موسى ودخول اللاعب بالرقم 10 في فريق التحدي اللاعب تساهيل محمد عبد الله، او دخول اللاعب منار، نعم نزلت منار محمد في مكان سواكن. اذا هل يكون المنار والفنار للتحدي بهذا التبديل؟ سننتظر لنتابع لنشاهد لنستمتع في شوط ثاني. البطل وحيد ومباراه تقبل القسمه على اثنين، هنالك بطل متوج وهنالك مركز ثاني، من هو الثاني ومن هو الأول على أرضية الميدان؟ مشاهدي الكرام سننتظر لنتعرف على الهوية ونتعرف على هوية بطل اليوم. هو التحدي أم الدفاع الذي يتحدى الجميع ويتقدم بهدف؟ هنا فرصة، محاولة تمريرة موجودة داخل الصندوق، مرور ومحاولة لضربة ركنية أم ضربة مرمى؟ هي ركنية حاضرة للتحدي في هذه المباراة، هي الركنية التي ستكون موجودة مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر شبكة قنوات الملاعب الرياضية على أرضية الميدان. كرة تتحول لضربة ركنية، يبحث فيها التحدي عن هدف تعادلي، ويبحث فيها أكيد عن فرصة لتسجيل هدف من الضربة الركنية مباشرة إلى ضربة المرمى. يفتقد التحدي إلى التركيز نوعا ما في شوط اللقاء الأول، وبالتالي سيبحث عن التركيز في شوط اللقاء الثاني ليسجل على أقل تقدير هدف تعادلي في بداية الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني من خلال هذه المباراة، عكس الدفاع الذي سيحاول جاهدا المحافظة على الهدف ثم البحث عن طريق الكونتر أتاك، الهجمة السريعة المرتدة للبحث عن هدف تعادل. هنا مرور يا سلام، والكرة تتحول للأمام باتجاه مروة، مروة تتحول، مروة تعدي، تمرر الكرة يا سلام، هنا الفرصة، هنا المحاولة والتسديدة، وين؟ إلى خارج أرضية الميدان، والتصويبة بالأقدام كانت حاضرة. وهنا اللاعبة بالرقم 9 في فريق الدفاع تضع إلهام اليد على الرأس للفرصة التي ضاعت. شاهد الحسرة، شاهد التصويبة هنا بالقدم اليمنى قوية، وكأنما هي كانت تحاول أن تضع الكرة في سقف المرمى مباشرة، ولكن تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب لضربة مرمى. تعود الآن من جديد، كرة مقطوعة وصلت وعادت إلى خارج أرضية الملعب إلى جانبية، ورمي التماس، والتماس حاضر الفرقة الدفاعية من خلال هذه المباراة. مشاهدي الكرام متابعينا على مدار بث قناة الملاعب الرياضية وأيضا راديو 88.6، كرة وصلت وتحولت، عادت من جديد في وسط الملعب لمصلحة الدفاع، عادت كرة تتمرر أمامية، فرصة الآن موجودة للدفاع، ولكن التحدي يدافع إلى خارج أرضية الملعب. هي التوجيهات للدفاع، إخراج الكرة مباشرة للتماس من داخل منطقة الجزاء خوفا من الأخطاء التي قد تحدث في أي لحظة، وجميعنا شاهد الهدف الذي جاء من خطأ دفاعي كان كبير من جانب الدفاع. كرة وصلت للدفاع، هنا محاولة لكن
صعب السيطرة على الكرة الماضية لتتحول مباشرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. أكيد شبكة قناة الملاعب الرياضية من خلال بث الحصري لمنافسة الدوري الممتاز والمنافسات القومية وبشراكة أصيلة مع الاتحاد السوداني لكرة القدم. الاتحاد السوداني لكرة القدم أكيد هي تقدم خدمة كبيرة لكل المشاهدين في أنحاء السودان وخارج السودان للمتابعة ولمشاهدة أهم البطولات القومية والأفريقية، وذهبت أبعد من ذلك لتنال ثقة الاتحاد الدولي والشركات الناقلة للاتحاد الأفريقي وأيضا الاتحاد الدولي لنقل مباراة المنتخبات الوطنية أيضا والفرق السودانية التي تلعب في البطولات المختلفة الأفريقية وحتى العربية وغيرها من المنافسات التي تلعب في هذا الوطن الحبيب بكوادر سودانية خالصة، كوادر قناة الملاعب الرياضية بقيادة خبراء وشباب لديهم الكادر الكبير ولديهم الخبرة الفنية الكبيرة جدا في نقل أهم المباريات بأعلى المستويات التقنية والفنية من خلال المباريات المختلفة. تبديل آخر قادم هذه المرة لمصلحة الدفاع الذي يتقدم في النتيجة، خروج الرقم 4 في فريق الدفاع من خلال الكرة الماضية والمحاولة، اللاعبة زهرة تغادر أرضية الميدان لتنزل في مكانها اللاعبة فاطمة عبد القادر. كرة وصلت ومرت إلى جانبي ورمي التماس، هدوء كبير جدا في بداية شوط اللقاء الثاني على أرضية الميدان. كرة مرة تتحول تعود من جديد من صافرة لكرة تحولت من جديد لمصلحة فريق التحدي، تحولت لمخالفة، مرت المخالفة تحولت مقطوعة لمصلحة فريق الدفاع، وصلت مقطوعة للتحدي، مثال كرة أمامية ولكن سهلة وأقرب عند حارس المرمى رقية عبد الرحمن، تركت الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى في التدخل الماضي. مروة أين أنت يا مروة؟ كانت حاضرة بالرقم 8 في التدخل الماضي، وصلت الكرة عادت من جديد لمصلحة التحدي، كرة تحولت وعادت من الفرصة الآن موجودة لمصلحة فريق التحدي في انتظار كرة العكسية هنا المرور بشكل رائع، ولكن ربما يعني بطء كبير جدا في الحركة فقدتها السيطرة على الكرة الماضية لتمضي الكرة إلى خارج أرضية الملعب. معلش تحولت الكرة إلى تماس وجانبية في التدخل الماضي رغم الانتظار من جانب اللاعب بالرقم 5 ميعاد، راح الميعاد وميعادي راح، بحثت عن الكرة الماضية وهي تلعب في المقدمة الهجومية باحثة عن الفرص للتسديد والتسجيل والتصويب على مرمى الخصم في هذه المباراة. هنا طبعا جانبية من جانب بخيتة ترسل الكرة، الهام هي من سجلت الهدف، الهام ميلتون بالنسبة لفريق الدفاع، صوب التصويب أخيرا يعني كانت قريبة جدا من أن تسجل الهدف الثاني، يعني من السهل أن تجد لاعب كرة قدم لديه مضرب جيد في التصويب المباشر، والأمثلة كثيرة في السودان في مختلف المنافسات الأولى والثانية وحتى الدوري الممتاز وغيرها، ولكن من الصعب جدا أن تجد لاعبة لديها مضرب جيد مثل اللاعبة إلهام ميلتون. كرة مرة تحولت لجانبية ورمي التماس، السودان لديه عداءات مميزات وسباحات ماهرات وفي البطولات المختلفة تنس وألعاب قوى، لننتظر ربما لاعبات بمستوى فني كبير جدا من خلال كرة القدم. كرة وصلت تحولت لمصلحة الدفاع، حولت إلى خارج أرضية الملعب إلى جانب رمي التماس في التدخل الماضي، شاهد في الإعادة طبعا اللاعب برقم 16 في فريق التحدي فاطمة، مرة الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى جانب رمي التماس، إذن هي للدفاع، مرة الكرة وتحولت إلى تماس مرة أخرى، تحولت لاعب أيضا على أرضية الملعب شاكل الإصابة، سلامات لكل اللاعبات على أرضية الميدان. شاهد الكرام متابعينا عبر قناة الملاعب الرياضية، شاهد في العرض الماضي لحظة تنفيذ الجانبية ورمية التماس وتدخل اللي كان موجود لكرة مرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى جانبية ورمية التماس. سلامات
للاعبة فريق الدفاع في التدخل الماضي كابتن أسماء بابكر التي تعرضت لإصابة ورجوان في تنفيذ الجانبية تحولت مباشرة لمصلحة الدفاع. يا سلام على المرور ولمصلحة التحدي. هنا التدخل موجود في كرة مرات سريعة جدا لمصلحة فريق التحدي. هنا المرور إلى التمريرة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب وتدخل كان مع أرجوان عصام في الكرة الماضية والكرة التي تحولت بإبعاد دفاعي يعلمنا تماما خطورة هذه اللعبة. وهنا طبعا شاهد في الإعادة الماضية هنا التدخل اللي كان موجود والتمريرة حاولت التمريرة تدخل كان خارج منطقة الجزاء والحكم أشار إلى ضربة ركنية أم مخالفة ننتظر لنتابع أكيد هي أشارت ربما إلى ضربة ركنية. سلامات للكابتن أرجوان عصام في التدخل الماضي في الكرة الماضية. نعم هي مخالفة وليست ضربة ركنية. مخالفة موجودة لمصلحة الأخضر التحدي في هذه اللحظات في الانتظار طبعا الرقم 7 نضال فضل الله. هيتصدم اللاعبين والتحدي ينتظر هدف تعديلي. كرة محاولة تسديدة قوية ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة الماضية من نضال ناضلت من أجل أن تضع الكرة في الشباك ولكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرت بردا وسلاما على رقية عبد الرحمن. مرت تمريرة أمامية طويلة الكرة مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى جانبية ورمي التماس والتماس موجود لمصلحة التحدي. التحدي ينتظر يبحث يأمل في التعديل يحاول جاهدا اصطياد هدف يعدل به نتيجة هذه المباراة. هو الأفضل في الشوط الثاني هو الباحث عن الهدف هو الذي يريد تعديل النتيجة بينما الدفاع يريد المحافظة. هنا تنفيذ الرمية الجانبية التي تحولت في الأخير إلى صافرة مخالفة. كرة عرضية عكسية تبحث عن راسية تحولت داخل الصندوق التسديدة ولكن غردت بعيدا مع العصافير. الكرة الماضية التي تحولت إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة التحدي يضغط يحاول الوصول يبحث عن الأهداف في كل مكان على أرضية الميدان. كرة مرت لمصلحة الدفاع تحولت مباشرة على الجهة اليسار. مقطوع الكرة الماضية وصلت على الجهة اليمين في التدخل الماضي. وصلت كرة في وسط الملعب لمصلحة الدفاع تتمرر كرة أمامية. عدد من الأندية التي شاركت ومجموعات مختلفة مجموعة ود مدني مجموعة كادولي مجموعة الأبيض مجموعة الخرطوم ضمت عدد من الأندية التي شاركت في هذه النسخة منها ود مدني للسيدات سيدات القضارف والدفاع والتحدي الهلال الدلنج الصمود كادوغلي والمرور بشكل جميل في كرة عكسية عرضية وحارس المرمى هدى في الاستلام الهلال الأبيض والمريخ الأبيض المورد الأبيض نجوم السلام الصمود كادوغلي الهلال كادوغلي والمورد كادوغلي الهلال الدلنج التاج الدلنج الكرنك تاجوج كسلة ود مدني للسيدات والسيدات القضارف ذكرتهم إذن في مقدمة الأندية التي شاركت في هذا الموسم أو في أول نسخة شاركت فيها. أكيد سننتظر أندية مختلفة وربما سيكون بنظام الصعود والهبوط وربما يكون دوري مختلف. ننتظر أكيد الرؤية المستقبلية لهذا الدوري من خلال المشاركة الأولى من خلال النسخة الأولى والنظرات في الانتظار والكل ينتظر من ينال لقب البطولة. هل هو أصفر اللون لمصلحة الدفاع أو أخضر الكناري لمصلحة التحدي؟ وللتحدي أكيد قوة وللدفاع أكيد تحدي موجود ونظرة بعد التقدم بالهدف في هذه المباراة. هل هي نتيجة 1-0 أم هنالك أهداف قادمة وربما تأتي الأهداف وربما تأتي الرياح بما لا يشتهي الربان. الربان هنا أو الربان هناك إذا كان ربان التحدي أو إذا كان ربان الدفاع. في الأخير هنالك فائز هنالك لقب هنالك بطولة هنالك
أكيد كرنفال واحتفال ختامي لأول نسخة لكرة القدم للسيدات مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الملاعب الرياضية. أرجوان تعود إلى أرضية الميدان بعد التعافي، والكل ينتظر الأهداف والتصافي على أرضية الميدان، الكل ينتظر المشاهدة والمدعى والإثارة في كرة مرت وتحولت عادت من جديد، نعطي نظرة هنا ونظرة هناك، أمل هنا وأمل هناك، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. لا إلى صافر أبو خلف أكيد، وعدنا أيضا بمباراة مساء اليوم تجمع بين الشرطة القضارف أو هلال الأبيض وشرطة القضارف في الجولة رقم 17 من منافسة الدوري الممتاز، وبالأمس أكيد المريخ يتخطى الأهلي شندي بهدف رمضان عجب، وأكيد في الانتظار عدد من المباريات المختلفة في خواتيم أيضا الجولة الأولى لمنافسة الدوري الممتاز لهذا الموسم 2019-2020. كرة مرات تحولت إلى خارج أرضية الملعب لجانبي ورمية التماس في الكرة الماضية وتدخل الماضي، كرة تحولت لتماس من جديد، تحولت تماس وكرة عادت في انتظار تمريرة، كرة مقطوعة عادت للدفاع، وصلت وتحولت لمصلحة التحدي مباشرة، كرة أمامية لاعب على أرضية الملعب شاكل الإصابة، الكرة تموت تحول حكم يمر باستمرارية، ولكن هنا الاستمرارية في كرة مقطوعة تحولت لمصلحة فريق الدفاع. أرجوان تحاول أن تسيطر على الكرة، أرجوان تخطف الكرة، أرجوان تحاول، ولكن الحكم يوقف الكرة للوقوف على حالة اللاعب المصابة على أرضية الميدان. سلامات أكيد لكل اللاعبات، تحية لكل سيدات بلادي الكنداكات رمز الثورة السودانية، والكنداكات اللي كان لهم دور كبير جدا في اختلاع نظام استمر لمدة 30 عام من خلال الفترة الماضية، وأكيد لكل كنداكة تحية ولكل كنداكة احترام ولكل مرأة سودانية احترام ولكل مرأة سودانية مكانة في المجتمع، فالمرأة الآن أصبحت هي العضو الأهم والأبرز في كل المجالات المختلفة، وهي الآن تدخل المجال الرياضي بقوة، وأيضا مجال كرة القدم التي فصلت على أقدام الرجال، ولكن تأتي السيدات لتقول كلمتها وليقلن كلمتهن من خلال المشاركات من خلال هذه البطولة ومن خلال التواجد في الميادين الخضراء للعب كرة القدم لأول مرة في السودان. هناك كان عدد من البطولات المصغرة تلعب، ولكن ليس على مستوى منافسة كبرى تنقل تلفزيونيا وتتابع ولديها كاس يقدم، وهناك العديد من الأشياء المستفادة وأيضا المدروسة بعناية كبيرة جدا في أن تخرج هذه البطولة بشكل أكثر تنظيم وبشكل رائع جدا، حتى ربما لا نشاهده على المستويات البطولات الأقليمية المختلفة هنا في السودان على مستوى الدوريات الصغرى، إذا كان الدوري الأول الدوري الدرجة الأولى دوري الدرجة الثانية أو حتى الثالثة على مستوى مدن السودان المختلفة، ولكن عندما تقام بطولة قومية على مستوى السودان بمشاركة عدد من الأندية المختلفة فأكيد للحدث أهمية، وللحدث أكيد فعالية مختلفة مشاهدينا متابعينا عبر قناة الملاعب الرياضية. على العموم الكرة مرت وتحولت، نعود إلى أجواء اللقاء ونعود إلى أجواء المباراة على أرضية الميدان، ما زال الدفاع يتقدم بهدف والتحدي يبحث عن التعادل في هذه المباراة، كرة مرت وتحولت مباشرة أمامية لمصلحة التحدي، الدفاع يقطع كرة، هذه فرصة خطيرة لمصلحة فريق التحدي، والمرور موجود على الجهة اليسار في كرة مشتركة، ما زالت المحاولة والمرور على طريقة الكبار، ولكن هنا الاصطدام والكرة مباشرة إلى التماس، الحكم يشير إلى التماس وابتسامة حاضرة بكل رياضة وبكل روح رياضية بكل روح رياضية، يعني لا نرفز على أرضية الميدان، الكل يتسامح المنتصر والمهزوم، حتى في هذه اللقطة نشاهد من جديد مرة بالبدال وعدت في محاولة لعكس كرة عرضية، ولكن التدخل كان بقوة مباشرة، كرة نفذت عرض راسية تحولت هنا مروة تحاول اللحاق بالكرة الماضية، ولكن مرت مبعدة من جانب الدفاع، تكسب مروة الركنية من خلال الضغط الماضي ومن خلال الكرة الماضية، ننتظر أيضا الإبداع على أرضية الميدان في ضربة ركنية حاضرة ومتواجدة خلال هذه اللحظات مشاهدينا في كل مكان. دكتور شداد نظرة ثم تأمل، خبرة كروية وعقلية محترفة ومختلفة تماما في إدارة نشاط الاتحاد السوداني لكرة القدم، وفي عهد شداد إذن يقام أول دوري لكرة القدم للكرة النسوية وللسيدات في السودان. كرة تحولت لضربة ركنية، بخيتة تبحث عن كرة عكسية على القائمة الأول، محاولة لك الإبعاد، خطأ دفاعية تولد المشاكل تزعج الحراس على أرضية الميدان. المثل السودان يعني دائما يعني تعودنا على ان تكون السيدات يعني كثيرات الحديث قليلات الفعل، ولكن ما نشاهده على ارضيه الميدان هم كثيرات الفعل وقليلات
الحديث على أرضية الميدان. الكل يفكر في الانتصار وفي كيفية العبور ومواصلة المشوار على أرضية الميدان. مرت الكرة لمروة من جديد. مروة تعاند وتقطع الكرة الماضية. تمر الكرة الآن لمصلحة الدفاع. هجمة مرتدة كونتر أتاك سريع جدا. البحث عن من؟ البحث عن من في فرصة موجودة. محاولة وتمريرة. فرصة الآن لمصلحة نضال والتمريرة تأتي والكرة لنسرين سهلة في النواحي الدفاعية لمصلحة الدفاع. تتمر الكرة ولكن خاطئة. الآن بدأ المردود البدني يخل عند اللاعبات في شوط اللقاء الثاني. ربما عدم التركيز في إرسال الكرات وحتى التمريرات التي تمرر بين الأقدام. ولكن صدقوني لم تنتهي أي مباراة في دور السيدات بنتيجة هدف دون مقابل. ودائما ما تكون الأهداف كثيرة وحاضرة على أرضية الميدان. الواقع يقول غير ذلك. هي مباراة نهائي وهو نهائي مختلف ودور مختلف. الحذر موجود وأيضا هم أبرز الأندية التي تواجدت في هذه الفترة. فهم يضمون أميز الأسماء والعناصر التي تشارك من خلال هذه المنافسة. كرة لا مرت وتحولت لمصلحة التحدي في هذه اللحظات. مشاهدينا في كل مكان, متابعينا عبر قناة الملاعب الرياضية, شاهد في الإعادة وفي الإعادة إفادة. دفعي كان موجود حاضر في الكرة الماضية. مخالفة موجودة. ربما التصويب المباشر يكون يعني الأمر غير مدغن وغير مركز. ربما التمرير يكون هو الحاضر. هو التسديدة. يا السلام. باغتتني وقالت لا سأصوب مباشرة يا عثمان. والكرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان بمتابعة حارس المرمى. شاهد في الإعادة وفي الإعادة إفادة في التصويبة من روان. وروان كادت أن تسير على خطى الكبار تسجل من المخالفات. فكل اللاعبين يمكنهم اللعب ولكن قليل من ينفذ الركلات الحرة بشكل مميز. كرة معكوسة داخل الصندوق. محاولة راسية والراسية دفاعية. عادت الآن تسديدة من روان. مباشرة مرت مرور الكرام وألقت التحية والسلام وتحولت إلى خارج أرضية الميدان إلى ضربة مرمى من روان. شاهد في الإعادة الماضية قبة على الطير والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. وصلت الآن كرة لمصلحة الدفاع. حذاري من الأخطاء الدفاعية قد تقتل الدفاع. وها هي الآن تأتي لمصلحة فريق التحدي. وماذا ماذا قال حكم اللقاء؟ إشارة لصافرة ومخالفة من وجود لراية. ولكن ربما كان هنالك دفع موجود في الكرة الماضية لذلك عادت الكرة وتحولت لمصلحة الدفاع. هل ينال اللقب أم للتحدي كلمة أخرى وكلمة تكون حاضرة ويصبح هنالك كلمة أخيرة لمن تكون الكلمة الأخيرة. كرة عدت وتحولت لمصلحة التحدي. مباشرة كرة ملعوبة أمامية على الجهة اليسار. عدت وما زالت مقطوعة. تحولت لمصلحة التحدي. عدت الآن للدفاع. مباشرة كرة ملعوبة وصلت مقطوعة. تحولت الكرة لمصلحة الدفاع من جديد. كرة ما زالت المحاولة حاضرة وقائمة مشاهدينا عبر قناة الملاعب الرياضية. كرة وصلت وتحولت في الأمام. هنا الفرصة والمحاولة. كرة مقطوعة بالرأس. عادت ما زالت وتحولت في فرصة. مسك وبطاقة صفراء ستكون حاضرة. نعم عذرا ولكن هي بطاقة صفراء والمسك كان موجود من جانب إلهام في التدخل الماضي. إذن خالفة كانت حاضرة. هنا عملية المسك. فاطمة البديلة هي التي قامت بعملية المسك ونالت البطاقة الصفراء. نعم واضح جدا المسك والشد في الكرة الماضية. مخالفة واضحة تحطير للعبة وأيضا تعمد المخالفة لذلك نالت البطاقة الصفراء والإنذار. وفي كرة القدم يقال عنه فاول تكتيكي لتحطير اللعبة. هنا جانب من الجماهير الحاضرة أكيد من السيدات والكنداكات في المقصورة الرئيسية من خلال التشجيع والمؤازرة. وهو احتراط ربما يعني لديها شقيقتها أو ابنتها أو حتى أختها هي تشارك في أرضية الميدان. لذلك ربما احتجت على التدخل الماضي والسافر. وأكيد يعني إذا كان هنالك أم فهي صاحبة قلب رؤوف ورحيم. ربما تنزل إلى أرضية الميدان للاطمئنان على صحة بنتها داخل أرضية الملعب. لذلك يعني حتى التدخلات الموجودة الآن هي تدخلات عادية. فما بالك عندما نشاهد كرة القدم العادية وكرة القدم للرجال فدائما تكون تدخلات عنيفة جدا في رحلة البحث
عن الألقاب والأمجاد والبطولات. وهنا الجانب الآخر أكيد مع مخرجنا جرهام هو يذكر بأن أيضا الرجال حاضرين أكيد في المقصورة الرئيسية من خلال التشجيع والموازرة والمساندة داخل أرضية الميدان. فالاهتمام بالرياضة النسوية ليست فقط للنساء بل هي أيضا فقط هي حاضرة وموجودة. والبروف جلال ولمحة ونظرة على كأس البطولة المقدم أكيد من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم والشركات الراعية لهذه البطولة وهذه النسخة الأولى من كرة القدم النسوية في السودان. مخالفة وحاضرة وهذه المرة هي ربما تكون بأقدام مختلفة داخل أرضية الميدان عدت أمتار في طريقها للتسديد مثلما يبعد كريستيانو رونالدو عن الكرة. هي الآن تتقدم تبحث عن تصويب وتبحث عن هدف عن محاولة ولكن مرت الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. ماذا فعلت بالكرة الماضية وماذا دهاك في الكرة الماضية؟ ستمر الفرص ستتحول الفرص يا ريان يا ريان رجب في المحاولة وفي المخالفة الماضية لتتحول الكرة مباشرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. أكيد طبعا ربما يكون التتويج عقب صلاة المغرب إذا وصلنا إلى ركلات الترجيح. إذا انتهت بالتعادل الإيجابي سنتحول إلى ركلات الترجيح بعيدا عن الأشواط الإضافية على أرضية الميدان. وتتمرر الكرة مرة المحاولة مقطوعة ما زالت مقطوعة للتحدي. تتحول الكرة خاطئة وفرصة للدفاع فرصة لمروة تسيطر مروة تحاول تمرير كرة بينية داخل الصندوق ولكن تتحول مباشرة أمامية محاولة ولكن مرت. أقول المجهود البدني قل كثيرا مجهود البدني قل كثيرا في الشوط الثاني على أرضية الميدان. اندفع التحدي ويحاول الدفاع اللعب بالكونتر أتاك على أرضية الميدان. كرة وصلت وتحولت للدفاع من جديد مرت على الجهة اليسار في نقلة ومتابعة ومحاولة موجودة كرة عكسية عرضية تبحث عن مروة مروة والكرة في طريقها للمرمى ولكن مرت وتحولت مبعدة من جانب الدفاع أرادت أن تخلص المباراة ولكن قال الدفاع كلمته لا ولا وألف لا والكرة مرت. شاهد في الإعادة كرة عيان عكسية متقنة تماما وحاولت تلعب كرة بالصدر على المرمى ولكن أبعد الدفاع الكرة الماضية وتحولت وعادت من جديد لمصلحة حارس المرمى. تحولت لرقية من جديد الكرة الماضية ولمصلحة هدى علي. تحولت الآن مباشرة كرة أمامية بالرأس مبعدة لمصلحة الدفاع حولت على الجهة اليمين يبحث الدفاع ويحاول الدفاع يعود التحدي والمرور بشكل جميل. كرة مقطوعة للتحدي من جديد في وسط الميدان. كرة مذات للدفاع والدفاع في محاولة موجودة في نقلة ومتابعة في كرة ملعوبة عادت من جديد للدفاع في وسط الملعب. الكرة تتحول مقطوعة تعود للتحدي تمريرة أمامية بدون عنوان عادت في وسط الميدان لمصلحة الدفاع مقطوعة للتحدي من جديد. التحدي الآن يتحدى الكل يبحث عن المحاولات والفرصة والمرور والكرة ملعوبة على الجهة اليسار. النقلة والمتابعة والمساحة موجودة الحكم يعطي الأفضلية في المرور في محاولة عادت كعبية ولكن مقطوعة من جانب الدفاع تتحول مباشرة في وسط الميدان عادت من جديد للاستلام والمرور والتحول للأمام. كرة مرت مقطوعة عادت لمصلحة الفريق التحدي في وسط الميدان تحولت للتحدي من جديد. الكرة الماضية عادت من رانيا والتدخل موجود نعم عملية المسك كانت واضحة وما ما ينحكم اللقاء كانت موجودة الكرة الماضية. شاهد في الإعادة الكرة الماضية رانيا عملت التمريرة والتدخل اللي كان موجود وهنا يعني كان الصراع الكبير على الكرة في التدخل الماضي صراع كان موجود على أرضية الميدان. تتحول الكرة إذن لمصلحة الدفاع مباشرة أمامية عادت لمصلحة التحدي وصلت مباشرة في وسط الميدان عادت مقطوعة تحولت الكرة لمصلحة فريق التحدي عادت من جديد وصلت الكرة للدفاع وتمريرة ممتازة أمامية باحثة عن نقلة ومتابعة من فاطمة ولكن مرت الكرة أمامية طويلة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية. الدفاع الآن هو الأقرب والدفاع الأقرب للفوز وبتحقيق اللقب وأول بطولة هي بطولة تاريخية سيذكرها التاريخ
وستتحدث عنها الألسن في كل مكان. من سيتوج باللقب؟ التحدي ما زال لديه الأمل، وبالأمل تحلو الحياة. وكرة القدم 90 دقيقة، وتسعين دقيقة ما زالت قائمة، ما زال أمل موجود والفرصة موجودة، والتحدي يتحدى والفرصة موجودة على اليمين وتارة على اليسار والمرور، ولكن إلى الضربة الركنية. هي الفرصة قادمة وحاضرة، والأمل ما زال يبحث عن التحدي، والتحدي يبحث عن الأمل في أرضية الميدان. الدفاع يعود بالكامل، والتحدي يتقدم بالكامل، باحثا عن فرصة، باحثا عن هدف، عن تقدم، عن هدف ليعدل به نتيجة المباراة. أين أنت يا الشباك؟ يبحثون عن الشباك. أين أنت يا فرص؟ يبحثون عن الفرص. والضربة الركنية في كرة حاضرة ستكون موجودة مشاهدينا عبر قناة الملاعب الرياضية. ما زال الدفاع يتقدم، والتحدي يحاول العودة، والعودة ليست مستحيلة أمام أقدام تعرف تماما طريق الشباك، أمام أقدام تبحث دائما عن الأمجاد. كرة مرت لضربة ركنية حاضرة لمصلحة التحدي، حاضر الآن الضربة الركنية ومحاولات وانتظار في كرة موجودة، عكسية، عرضية، راسية، مرت الفرصة يا أرجوان، كيف عدت ومرت وتحولت الكرة الماضية؟ هل هي ضربة مرمى أم ركنية؟ كانت باحثة عن راسية، كرة عكسية عرضية، مرت ولكن تحولت من أرجوان فرصة التعديل، وكادت تكون أشهر أرجوان في السودان لو استطاعت تسجيل هذا الهدف في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية لمصلحة فريق التحدي. هدف كان سيعطي الكثير والكثير على أرضية الميدان، ولكن مرت الفرصة، ولكن تظل المحاولات قائمة إلى صافرة النهاية يا مروة. تحولت الآن وعادت تتمرر مقطوعة للتحدي، هنا الفرصة تأتي من جديد والمحاولة تأتي، أخطاء دفاعية حاضرة والصافرة والمخالفة. كل الكرات العكسية ستكون ذات خطورة كبيرة، كل الكرات العكسية ستكون ذات خطورة كبيرة على أرضية الميدان. التحدي يبحث عن كل سانحة، عن كل فرصة على أرضية الميدان. الكرة لصافرة مخالفة، والتحدي يبحث عن نفسه، كرة عكسية تتحول راسية ولكن مقطوعة، ولاعب على أرضية الملعب شكل الإصابة، ضاعت الفرصة على فريقه. إذا الحكم وقف اللعب، كرة ما زالت المحاولة موجودة، والإبعاد من جانب الدفاع ليعود الحكم، ولكن الصدام موجود. نعم، خادم الله تستدعي دخول الجهاز الطبي سريعا على أرضية الميدان. خادم الله تستدعي دخول الجهاز الطبي للملعب. نزول الجهاز الطبي بالنسبة للفريقين، حالة ربما مستعجلة. سلامات سلامات سلامات، من الصدام بالرأس، صدام بالرأس كان موجود، فلتت الكرة وتلاقت الرؤوس في نقطة التلاقي، وكان الاصطدام موجود على أرضية الميدان. نتمنى أن تكون الإصابة فقط غير مؤثرة وغير مقلقة، نتمنى أن تكون الإصابة غير مؤثرة وغير مقلقة. من يعني أيضا يعني قبل بداية المباراة المشاهد سيارة الإزعاف، ولكن نتمنى أن تكون موجودة وحاضرة في حال استدعى الأمر تدخل جهاز الإزعاف الخارجي، ولكن نتمنى يعني لا تحتاج هذه الحالات، ولكن التواجد أيضا مهم جدا للأجهزة الإسعافية والطبية في ملعب المباراة. السلامات، هذا العلاج موجود على أرضية الميدان. أيضا التسامح الكبير والأخلاق الرياضية حاضرة ما بين الفريقين والجماهير، ما بين الأسئلة والحيرة والتحليل الفني وعملية تغيير اللاعبات واللاعبين. فالجميل في الأمر أن لا يعني لا 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 مشجع يعرف إمكانية اللاعبة أو أسماء اللاعبة، وبالتالي ربما يركز على الأرقام. حين دخول فلانة أو خروج فلانة من أرضية الميدان هو أمر أكيد مختلف بالنسبة للرجال، ولكن أكيد ستكون نظرة مختلفة بالنسبة لكل امرأة هي موجودة داخل الاستاد، فهي الآن تقيم مباراتها. مثلما نشاهد يعني تواجد الزميلة دار النعيم في الاستوديو التحليلي برفقة ضيوفها الكرام لتحليل هذه المباراة بشكل كبير جدا وبشكل رائع، كتجربة أيضا تكون مختلفة أكيد في النقل التلفزيون الرياضي لكل المشاهدين والمتابعين في كل أنحاء هذا الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. أكيد في الانتظار لحظة التتويج لنعرف من هو الفريق الفائز، لنعرف من هو البطل في هذه المباراة. الآن استمرار للعب، وإن شاء الله يعني تكون إصابة خفيفة بالنسبة للاعبة من جانب فريق الدفاع. عادت فريق لاعبة فريق التحدي للمشاركة، ولكن خرجت لاعبة فريق الدفاع إلى خارج أرضية الميدان لتلقي العلاج اللازم على أرضية الملعب. الكرة تمر إذن
إلى تماس وجانبية حاضرة. تحولت من جديد على الجهة اليسار لمصلحة التحدي مرة الكرة إلى جانبي ورمي التماس. مرة الكرة إلى راسية لمصلحة الدفاع من جديد. عادت التمريرة والتمريرة لمصلحة التحدي. كرة لأرجوان عصام كرة يا سلام مقطوعة الكرة تتحول. مرة وعادت من جديد في كرة ملعوبة على الجهة اليمين لمصلحة التحدي. مدى المرور موجود من الفرصة الآن لكرة عكسية ولكن مرت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى جانبية. ورمي التماس في التدخل الماضي وفي الكرة الماضية لأرجوان عصام. تحولت الكرة لأرجوان من جديد ومحاولة حاضرة للرقم 20. كرة وصلت لأرجوان تعمل كرة داخل منطقة الجزاء الرأسية تأتي من جانب الدفاع والمحاولة تتحول إذن إلى جانبية. ورمي التماس المرة الثانية تواليا لمصلحة أرجوان. تحولت من اليسار لليمين أرجوان. كرة وصلت عادت للتحدي من المرور ولكن مقطوع الكرة. ما زالت المحاولة موجودة تتمرر مقطوعة لمصلحة الدفاع من محاولة الإبعاد الأمامي في كرة ملعوبة ولكن مقطوعة لمصلحة التحدي. تتمرر كرة ملعوبة أمامية من الفرصة موجودة والمحاولة لكرة مرت. ما زالت التمريرة والفرصة داخل منطقة الجزاء محاولة الآن ولكن أيضا وصلت الكرة طويلة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى جانب يورونتاس. هنا كان عكس النظر مفترض يكون التمريرة على الجهة اليسار وليس على الجهة اليمين وأتوقع أنه كان اللاعب إذا شاهدنا في الإعادة كانت في موقف تسلل في التدخل الماضي. كرة وصلت لجانبي ورمي التماس تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. شبه حكم اللقاء خدم الله شايب في التدخل الماضي. تغيير سيكون موجود لمصلحة فريق الدفاع في هذه اللحظات. غير حاضر للاعبة قادمة في فريق الدفاع يبحث طبعا عن الحفاظ على النتيجة وأكيد ستكون لاعبة مدافعة على أرضية الملعب. كرة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هنا طبعا عودة للاعب رقم 18 في فريق الدفاع في الصدام اللي كان ماضي وكان حاضر اللاعبة فاطمة عبد القادر. كرة وصلت وتحولت تعود لتشارك برفقة زملائها على أرضية الملعب وزميلاتها إذا صحت العبارة. وصلت الكرة تعودنا أن تكون كرة القدم للتذكير وليس التأنيث ولكن الآن ربما نتعود كثيرا. كرة وصلت الآن طبيرة على الجهة اليسار لمصلحة التحدي. فرصة الآن ومحاولة الراية. أن راية كانت موجودة وحاضرة في التدخل الماضي. الحديث موجود وإصابة على مستوى أعلى الحاجب. سلامات في الاصطدام الماضي. تعود إذا للمشاركة وتقول أنه باستطاعتها أن تشارك على أرضية الميدان وأكيد هي لا تريد ضياع هذه اللحظات المهمة جدا من تاريخ حياتها الكروية. كرة مرات إذن لتعود لمصلحة الدفاع. خالف كان تسلل كان موجود 11 والرقم 11 استعد للمشاركة والنزول لأرضية الميدان من جانب فريق الدفاع. فرح تبحث عن الفرح. هنا الرقم 11 ينزل فرح إلى أرضية الميدان وربما خروج فاطمة التي أصيبت وأصرت كان على المشاركة. يفضل المدرب لراحتها خارج الميدان. هنا فرصة موجودة كرة ملعوبة حائرة عادت لمصلحة التحدي والتمريرة ممتازة في محاولة موجودة. كرة ملعوبة داخل الصندوق ولكن بعيدة بعيدة بعيدة. هذه التمريرة تحتاج للرجال. هذه التمريرة للرجال وليست للسيدات. للرجال فقط. كرة مرت وعادت إلى ضربة مرمى. تشجيع يتواصل. المؤازرة والمساندة على أرضية الميدان. مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قناة الملاعب الرياضية. كرة مرت على الجهة اليسار تتحول مباشرة أمامية طويلة إلى خارج أرضية الملعب إلى جانبية ورمي التماس. تحولت لأرجوان عصام. أرجوان تلعب كرة مقطوعة تحولت. ثلاث دقائق هل هي كافية تحدي
ستمر سريعا على التحدي وبطيئة على الدفاع. كما مقتصب بدل ضائع. كرة مرت وتحولت لتماس مرة ثانية. أكيد مع دخولنا طبعا لحظة غروب الشمس تتغير الصورة والإضاءة على أرضية الميدان. لذلك ربما يكون التتويج عقب صلاة المغرب في حال فوز الدفاع في هذه المباراة بتنتهي بنتيجة الهدف دون مقابل. كرة الآن مرت تحولت في وسط الملعب مرت وعادت على الجهة اليسار لمصلحة اللاعبة بالرقم 7 بخيتا. تمر الكرة على الجهة اليمين لمصلحة فريق الدفاع. عادت الدفاع حتى الآن هو البطل حتى الآن هو المتوج والتحدي. إذا لم يكن البطل الليلة فهو البطل الغير متوج على أرضية الميدان. ذكرت أن لا خاسر خلال هذه المباراة. وأيضا سنستريح مع الزميل صلاح طارق في الإذاعة الداخلية وكذا عبر القناة لمعرفة من هو أفضل لاعب ومن هو هداف البطولة ومن هو أفضل حارس مرمى من خلال الجوائز المقدمة من جانب كرة القدم ولجنة كرة القدم للسيدات على أرضية الميدان. على العموم حتى الآن لم ينتهي الأمر إلى التحدي والتحدي يبحث عن التحدي والدفاع يتقدم باحثا عن الثاني في الخواتيم والثاني ربما قد يأتي وربما قد لا يأتي في ظل ثواني معدودة تبقت على نهاية هذه المباراة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان تتمرر كرة تتحول كرة عادت من جديد لمصلحة الدفاع مرت وما زالت المحاولة وقد ما لا تنظر للساعة والساعة تمضي سريعا والدقائق تمضي سريعا وليلة السبت هي خضراء للأصفر وليست خضراء للتحدي على أرضية الميدان. وإذا كان الأصفر هو الدفاع إذن هو الدفاع المتوج والغير متوج هو التحدي. أداء كان جميل أداء كان رائع على أرضية الميدان وما زال هنالك بعد الثواني ربما يأتي الهدف والهدف يأتي في كسر من الثانية. كرة تتحول إذا كان هيك هدف قاتل سيكون لمصلحة التحدي ولكن حتى الآن الدفاع يلعب بالكل في الكل في النواحي الدفاعية يبحث عن التأمين وبالتأمين تأتي البطولة وبالبطولة يأتي اللقب يا أرجوان. مرت أرجوان ولكن لا أرجوان ولا حتى روان على أرضية الميدان في هذا اللقاء. دفاع الدفاع يقطع الموية والنور على كل أقدام خضراء تتخطى الملعب الخاص بملعب الدفاع على أرضية الميدان. إذن هي لحظات للذكرى ولحظات للتاريخ ولحظات للتفاعل ولحظات للابتهاج والفرح. عندما نزلت فرح قلت هل ستكون هي الفرح القادم للدفاع؟ كانت هي الفرح القادم أكيد وهي تنتظر نهاية المباراة على أرضية الميدان. ثواني مرت تمر أيام تمر دقائق تمر ساعات هنالك بطل متوج سيكون موجود يا خادم الله وهي تنتظر وتضع الصافرة والصافرة ربما تأتي في أي لحظة في أي ثانية على أرضية الميدان. الدفاع يحاول الحفاظ والكرة لخطأ دفاعي والأخطاء دفاعية قاتلة وربما يكون القتل موجود قتل متعمد أو غير متعمد على أرضية الميدان. فالقتل ليس النفس فقط هنالك قتل الأمال والطموحات على أرضية الميدان. أرجوان 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 تهيئ كرة عدت كرة مرت كرة داخل الصندوق فرصة ضاعت الفرصة مرت ما زالت المحاولة فرصة محاولة ضميرة أين العكسية أين العرضية أين الهدف يا تحدي. مرت الكرة ومرت الفرصة وضاعت الفرصة ليحافظ الدفاع وليكون الدفاع هو البطل هو البطل. نعم ضاعت آخر الفرص وضاعت آخر الثواني على أرضية الميدان. مشاهدينا في كل مكان متابعينا في كل مكان عبر قناة الملاعب الرياضية كاد التحدي أن يقتل الأمال وأن يحافظ حتى على أمنياته حتى الركلات الترجيحية ولكن مرت الكرة وتحولت الفرصة ضائعة 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 من جانب لاعبي فريق الدفاع أو لاعبي فريق التحدي. قلة التركيز قلة التركيز التي أثرت على مستوى المهاجمين على أرضية الميدان. كرة مرت الآن تسديدة والتمريرة مرت مقطوعة من جانب الدفاع تحولت لوسط الميدان. التحدي يضغط بقوة في الثواني الأخيرة في الدقائق الأخيرة يبحث التحدي عن قدم تبحث عن الوصول للمرمى عن محاولة عن تمرير عن كل شيء يمكنه من التعديل ولكن حتى الآن الدفاع يدافع يقطع كل الأشياء على أرضية الميدان. في كرة مرت وفرصة عادت محاولة موجودة والكرة للدفاع الكرة للدفاع لا وجود لراية. نعم الموقف سليم ومروا في السليم والكرة مرت لمصلحة فريق التحدي إلى جانبي ورمية تماس.
تحولت إلى التماس، تحولت الكرة إلى التماس، مرت إلى التماس وعادت لمصلحة فريق التحدي. تحولت الكرة لمصلحة الدفاع، لاعب على أرضية الملعب، الحكم يشير إلى التنفيذ الجانبية، ونشاهد الانطلاقة، فرح البديل الذي نزل قبل لحظات 11 مع 11، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس، اصطدام مع اصطدام، وهنا حسرة، وقفة، نظرة، تأمل، كيف كانت التجربة وكيف كان المشوار وكيف هو إحساس البطل وصاحب المركز الثاني. هنا نشاهد، هنا نتابع، هنا ننتظر، وهنا نأمل، نأمل في أن تكون مباراة للذكرى وللتاريخ ولكل الأشياء الجميلة والرائعة على أرضية الميدان. كرة مرت، تحولت على الجهة اليسار لمصلحة التحدي، أما زال هنالك وقت، أما زال هنالك ثواني، أين أنتم يا تحدي؟ هم حاضرون الآن في هذه اللحظة، هنالك تسرع وعدم تركيز، والصافرة تأتي من خادم الله معلنة نهاية المباراة وفوز الدفاع بلقب أول بطولة للسيدات في السودان. مشاهدي الكرام، يأتي الدفاع، يسجل الدفاع، الدفاع، اللقب أصفر، اللقب للدفاع، والرقصة أفريقية، والفرحة أفريقية، والكرة أفريقية، سودانية، سودانية للسيدات على أرضية الميدان. الكنداكات، الدفاع يسجل، يدون، ويفوز بأول لقب، بأول بطولة للسيدات خلال هذه المباراة. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قناة الملاعب الرياضية، لعب كما لم يلعب من قبل، وقدم مستوى مميز ومستوى رائع ليكون هو الهدف، ويكون هو هدف البطولة، وبالبطولة تحلو الأفراح، وبالأفراح تأتي الكاسات، وبالكاسات هي الإنجازات، وهو العنوان، وهو التاريخ، سيذكر التاريخ وبطاقة حمراء لمن يا خادم الله. هنالك فرح يا خادم الله، هنالك فرح يا خادم الله، وبطاقة حمراء جاءت، بطاقة حمراء جاءت لفاطمة التي أصيبت، لم تسلم، ولكن الفرحة أكبر، الفرحة أكبر من